صعوبة أمام الأبطال، أمام الرجال الذين هم مخلصين أرادوا أن يطهروا البلاد من دنس الحوثيين. لا شيء يقف في وجه أبطال اليمن العازمين على تطهير البلاد من ميليشيا الحوثي من جبال وصحاري الجوف ومأرب إلى الحديدة وباقي الجبهات. تتهاوى ميليشيات الحوثي وتتهاوى تحصيناتها وحشودها مع كل تحرك لقوات الجيش والمقاومة. بروح وثابة وعزم يحرز أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الأحرار انتصارات متتالية في محافظة الجوف. نحن الآن في الصحراء، وهذه الجبال تعد مفتاح من مفاتيح الجوف، والعدو متمركز فيها. كان في هذه الجبال الشاهقة التي تلاحظونها، ولكن الأبطال جاءوا من هذا الاتجاه وعلى مسافة 35 إلى 40 كيلو وتقدموا فيها وأخرجوهم من الثكنات. ربما تصوروا في الجبال متارسهم هنا وهناك، ولكن لا صعوبة أمام الأبطال، أمام الرجال الذين هم مخلصين أرادوا أن يطهروا البلاد من دنس الحوثيين. أمام عزيمة الأبطال تتلاشى السواتر التي وضعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتفر فلول الميليشيا من المواقع مهما كانت محصنة. حدث ذلك في جبهة السعراء وجبهات أخرى. وتواصل قوات الجيش مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي تقدمها من عدة محاور لتطهير محافظة الجوف، وسط انهيار مستمر في صفوف الميليشيات الحوثية وسقوط تحصيناتها تباعا. لكننا نقولها من هذا المكان بجود الله ثم بفضل سبحانه وتعالى ثم بهؤلاء الأبطال هؤلاء المقاتلين سنعود إن شاء الله تعالى. نحن عائدون، نحن قادمون. استعادت معارك التحرير الوطنية ضد ميليشيات الحوثي زخمها مسنودة بإرادة شعبية عارمة، وبعد فترة ركود للجبهات الشرعية تحت ضغوط دولية كما يقال، ضغوط لا تعطي قيادة الشرعية وحكومتها الحق في مناقضة إرادة الشعب اليمني وتجميد الجبهات تنفيذا لرغبة أطراف دولية انحيازها العملي إلى جانب الميليشيا.